نكمل بقى من سيكت 7. تمام، هو بيقول لي الماجنتيك فيلد اللي في السيلينويد اقدر احدده بالبار ماجنت بان انا اتحكم في ايه؟ لا طبعا، انا لازم اقدر اتحكم في كل حاجه، دايركشن وماجنتيود، والدايركشن والماجنتيود هم اللي هيحددوا لي البولاريتي. فعشان اظبط السيلينويد او اقدر اعين السيلينويد بالبار ماجنت لازم يبقى كل حاجه تمام، اعرف اتحكم في كل حاجه. ليه؟ لو الدايركشن اتغير البولاريتي هتتغير والفلكس دينستي طبعا تتغير، فيبقى اوردر جيفز ليها كل حاجه. طيب تعالى لده، ده سؤال نوعا ما كويس وبيحبه في الفاينل كتير. كارنت هنا ده بوزيتيف فده طالع وده نازل، يعني ايدي طالعه من فوق يعني الفلكس دي ماشيه كده، فيبقى ده ساوث وده نورث، نورث مع نورث حصل كباشر. طيب ده نوت بوزيتيف ودي نيجاتيف، يعني ده طالع من فوق يعني الفلكس رايحه كده، يبقى ده ساوث وده نورث، نورث مع ساوث يعني حصل اتراكشن. تمام؟ طيب ده البوزيتيف وده نيجاتيف، البوزيتيف نازل من تحت الحديده فيبقى ده رايح كده، فيبقى ده ساوث وده نورث، ساوث مع نورث يحصل اتراكشن. تمام؟ طيب تعالى دي البوزيتيف اهوت والنيجاتيف اهوت نازل من تحت، يبقى الفلكس دي ماشيه كده، يبقى ده ساوث وده نورث، ساوث مع ساوث يحصل ريبانش. تمام؟ انا لازم ابقى عارف الفلكس طبعا جوه السيلينويد بتمشي من ساوث لنورث، بس بعده دايما يشاور على النورث. ماشي كده يبقى النورث هنا، ماشي كده يبقى النورث هنا. طيب نيجي لثيرد تي ناين. سكت ناين بيقول لي انا عايز ازود البي. طيب ما هو البي ايكوال ميو ان اي على لينس السيلينويد. فعشان ازود البي لا ازود الميو لا ازود الان لا ازود الاي لا اقلل الماكس. مفيش اي حاجه من الحاجات دي مباشره في الاختيارات. طيب ما هو اي توتال ايكوال في بي على ار بلس ار، يبقى انا لو زودت البي بي هزود الاي، ولو زودت الاي هزود البي. تمام؟ طيب ان انا ازود الفي بي. طيب نيجي لسؤال 40. سؤال 40 ده سؤال سهل جدا ما فيهوش اي حاجه، هو ده لينس السينمائي دوت ودي الان وده الاي، فقانون البي ايكوال ميو ان اي على لينس السينمائي عادي خالص. طب في الحاله الثانيه هو بيقول لي خليته ايرن فاشيل الميو بتاعت الاي وتبقى ميو ال اللي هو مبنياني يعني 2 في 10 نيجاتيف 3 الاي اللي هي 0.5 والان اللي هي 200 على لينس السينمائي خلصت. غير بس اليوم مش اكتر. طيب السؤال اللي بعده 41. سؤال 41 برضه سهل جدا ما فيهوش اي حاجه. تمام، هو مديني لانس السيلينويد والاريا بتاعت السيلينويد ومديني الان. تمام، وبيقول لي الكرنت اللي بيعدي في السيلينويد بكام. اول حاجه الاريا السيلينويد دي مش في القانون فمالهاش لازمه بالنسبه لي، يعني يو ان اي على لانس السيلينويد معاد كل حاجة معاد الاي هتطلع الاي. طب ايه بقى معنى كلمة ماجنتيك فلكس دي؟ ماجنتيك فلكس دي يعني فاي يقول فاي يكوال بي في ايه؟ واحد يقول لي طب فين الساين سيتا؟ يعني المفروض ان انت من نظري عارف ان السيلينويد والكويل والواير كلهم بيبقوا بربنديكولار في البلين فيبقى ساين 90. طيب سؤال 42. سؤال 42 ده برضه سهل جدا. هو ان انا عايز نمبر اوف تيرمز بير يونت لينس، يبقى هستخدم القانون بتاع النمبر اوف تيرمز بير يونت لينس. معايا كل حاجه هطلع الان الصغيره اللي هي نمبر اوف تيرمز بير يونت لينس. هي ما بتطلعش مظبوطه بالظبط، هي بتطلع دي بس هتطلع معاك تقريبا 3987. فعادي ده ابروكسيميشن. طب ده عايز نمبر اوف تيرمز العاديه فهيبقى ميو ان اي على لينس السينمائيه العادي خالص. طلع بقى الان دي النمبر دي. يبقى الان دي هي النمبر اوف تيرمز، يبقى الان الثانيه هي النمبر اوف تيرمز بير يونت لينس. طيب نيجي 43. سؤال 43 بيقول لي السؤال ده كويس بقى. اول حاجه لما يقول لي ريزيستنس بير ايتش تيرم، يبقى انا لازم ابقى عارف ان الار هتبقى 0.01 واضربها في الان. لازم ابقى عارف كده. طيب انا عندي الار هي في اوفر ار، فهتبقى الفي اللي هي 2 اوفر 0.01 في ان. طيب تعال نعوض في قانون البي، هتبقى البي ميو والان ما اعرفهاش. طب والاي احط ده مكانها 2 على 0.01 ملتبلاي الان، فالان طارت اوفر لينس السيلينويد اللي هو مدوني اللي هو 50 في 10 نيجاتيف 2.
عوض بس ان انا او اعرف اعمل كده فالان عرضيه. طيب انا هو بيقول لي لو number of turns اتقطع نصها لازم ابقى عارف لما اتقطع نصها يبقى الان بقت half n تمام والان بقت half n عشان انا قطعت السلينويد من النص. بس في حاجه لما يقول لي بقى سيم سورس في حاجه كده لينس الواير بقى نص ال عشان قال لينس الواير اتقطع فالريزيستنس بقت نص ار فالاي بقت 2 اي. خد بالك بقى من الحته دي كويس قوي الاي الضعف فبقت البي ايكوال ميو نص ال في 2 اي على نص ال النص راح مع النص اتبقى 2 بس زياده عن اللي فوق فهيبقى الرقم اللي هيطلع من فوق اللي هو من الجوينت اللي هو البي هضربه مالتبلاي 2 عشان بقى فيه 2 اي بس هي اللي زياده. خد بالك من الحته دي لما يقطع السيلينويد بيقول لك ان هو توصل لسيم سورس، سيم سورس مش يعني سيم كارنت. طيب 44 برضه سهله والكي مفتوح انا اقدر اجيب الريزيستنس والريدنج دي 6 اوم فالكي مفتوح خلاص دي مش معايا فبقت الاي ايكوال 60 على 6 بلس 2 بقت 6 على 8 طلعت الاي والبي هي ميو ان اي على لينس السيلينويد عادي خالص. طيب في الحاله الثانيه بقى لما الكي تمام يتقفل لما الكي بقى يتقفل هجيب الاي دول هتبقى 6 بلس 3 على 6 بلس 3 طلعت 2 اوم فهتبقى اي توتال هتبقى 60 على 2 بلس 4 تمام وهتطلع الاي توتال. طيب الاي توتال دي هتتقسم ازاي؟ دي هتبقى 60 على 2 بلس 2 معلش دي هتبقى على 2 بلس 2 تمام فلما تبقى 2 بلس 2 تمام هيطلع الرقم اللي هو 60 على 4 تمام يطلع لي الرقم بتاع الاي توتال. ما تنساش بقى ان الاي توتال اللي جايه اللي هو دي هتتقسم جزء هنا وجزء هنا. طب اقسمها ازاي؟ بما ان ده ضعف ده فالاي هتتقسم على 3 الرقم اللي يطلع لك هتقسمه على 3 والرقم اللي يطلع يبقى الكبير اللي هو هيروح للسيلينويد تمام فهستخدم بقى الاي اللي طلعت دي في البي في الحلقه الثانيه بس كده. الموضوع كله بس ان انا لما اقفل الكي الاي هتتقسم بشكل. طيب نمبر 45 ده سؤال عبيط قوي ما فيهوش اي حاجه لما الريزيستنس هتزيد الاي هتقل ولما الاي هتقل يبقى البي قل يبقى خلاص لما الار زادت البي قلت يعني هنقص تمام. طيب نيجي بقى ل 46 برضه 46 عبيط قوي الرقم ده من تلايت النيجاتيف 4 بقى ده البي ودي هي الاي تمام وهو مديني عايز النمبر اوف تيرنز بالبينت لينس يبقى استخدم القانون دوت عشان النمبر اوف تيرنز بالبينت لينس معايا اي وبي والميو طبعا هطلع من هنا الان اللي هي النمبر اوف تيرنز بالبينت لينس. طيب 47 نمبر 47 السؤال برضه الدنيا بسيطه ده طالع كده يعني طلع من فوق الحديده يعني الفلكس جاي كده والنص بعض دايما يشاور على النورس يبقى دي نورس ودي ساوس. طب لو دي نورس وساوس يبقى هيحصل اتراكشن يعني ار بس كده. حته ان ده طالع من فوق الحديده الصباع ده دايما يشاور على النورس يعني لو شاور كده هنا النورس لو شاور كده هنا النورس. فهيحصل اتراكشن يعني بوش للكويل. طيب 48 السؤال برضه سهل قوي البي ايكوال ميو ان اي على لينس السيلينويد معاك كل حاجه ما عدا الاي هتطلع الاف. طب نيجي بقى للدايركشن هو بيقول ان هنا بقى في ساوث وهنا نورث اتفقنا ان الفلكس تمشي كده يعني من نورث للساوث كده عشان صباعي ده يشاور كده يبقى ايدي هتطلع من فوق الحديده يبقى الكرنت ده طالع وده نازل فيبقى دخل الريزيستنس من اي وخرج من بي يبقى انا هطلع الاي بشيفت سولف ويبقى الكرنت اتجاهه من اي لبي. طيب نيجي ل 49 ده هو قسمه من النص الواير في النص جه لف حوالين بعض فانا عشان اسهل على نفسي هعمله كانه رسمتين ادي الرسمه الاولى تمام فدي نازله من تحت الحديده يبقى ده ماشي كده يبقى هنا ساوس وهنا نورث. طيب ادي الرسمه الثانيه تمام دي ثانيه واحده بس
تمام. ادي الجلسه الثانيه دي عامله كده اهوت تمام، والبوزيتيف الناحيه دي فدي عامله كده اهوت طالعه من فوق الحديده، فيبقى فلكس كده، فيبقى ده نورس وده ساوس، يبقى عند ايه ساوس وعند بي ساوس. هو بس عشان الكويل ان هو داخل في بعضه فاقسمه اثنين كانه لف مرتين في مرتين مختلفين يعني، فيبقى ساوس وساوس. طيب نيجي لنمبر 50 ده مهم تمام. هو بيقول لي ان لينس 1 ب A، لينس 2 بقى ب 3 A تمام. حلو، يبقى ريزيستنس 1 ب R، يبقى ريزيستنس 2 ب 3 R تمام. فلو I1 تمام يبقى I1 ده لو ب I، ف I2 هيبقى I over 3 عشان ال I عكس ال R تمام. خد بالك من الحته دي. طيب ده كلام عظيم، وده طبعا لو ب N يبقى ال N دي ب 3 N. طيب تعالى نعوض بقى، وعايز B1 على B2 فهيبقى B1 على B2 equal ميو N I على نفس over ميو ال N ب 3 N وال I ب I over 3 تمام على اللينس اللي هو 3 ال. تلاقي ده راح مع ده، السي راحت مع السي، ال ال راحت مع ال ال، ال ال راحت مع ال ال، الاي راحت مع الاي كده. ايه اللي بقى بقى البي 1 على البي 2 ايكوال 1 على 1 اوفر 3، تطلع فوق خالص تبقى 3 اوفر 1، دي بي 1 على بي 2. ما تنساش حته الريزيستنس عشان قايل لي ان سيم بوتنشال ديفرنس مش يعني سيم كارنت، فلازم اشوف الريزيستنس، والريزيستنس دايركتلي مع اللينس وانفرسلي مع الار. طيب نيجي لسؤال 51. 51 ده الكيس بتاعت الاكسترنال تمام. السيلينويد ده طالع من فوق اهوت ونازل من اهوت، فده عامل كده، فهتبقى الفلكس بتاعته كده اهو، ده عكس دول، فهتبقى البي توتال بي سيلينويد ماينس بي اكسترنال. طبعا هو مديني بي اكسترنال. طيب التوتال ماجنتيك فيلد يبقى مع مين؟ مع القوي. لما تحسب البي سيلينويد هيبقى اقل من البي اكسترنال، وبدل اقل من البي اكسترنال يبقى التوتال ماجنتيك فيلد في نفس اتجاه الاكسترنال، فهتطلع الرقم وهيبقى ان سيم دايركشن اوف ذا اكسترنال. يعني هتبقى الاجابه ايا كانت الاجابه الرقم مش عارف كام، بس هيبقى في نفس الدايركشن بتاع الاكسترنال عشان هتبقى بي اكسترنال اكبر من بي سيلينويد بعد ما تحسب بي سيلينويد. طيب 52 تمام. هو بيقول لي ان الريزلت اوف ماجنتيك فلكس فانيش، عشان ده يفانيش لازم يبقى الفلكس بتاع السيلينويد عكس الاكسترنال. طب ده عشان يبقى رايح كده فلازم الكارنت ده يبقى عامل كده تمام، فهيبقى دي بوزيتيف ودي نيجاتيف وماشي كده، يبقى النيجاتيف عند A والبوزيتيف عند B تمام، ويبقى انا حددت الكارنت. طب هو عايز الكارنت، فهقول ان B بوينت B سيلينويد ايكوال B اكسترنال، فهتبقى ميو وال N سيلينويد 210 تمام، حلو جدا، وال I بتاعت السيلينويد اللي انا عايزها على لينس السيلينويد تمام، مدوين 1.1، كل ده ايكوال الاكسترنال اللي هو 1.2 10 نيجاتيف 3، بقى عندي انون واحد اللي هو اي وخلصت، وعملنا الدايركشن بتاعه عشان يبانش لازم يبقوا عكس بعض. ودوت لما عملته كده لقيت ايدي دي هتطلع فوق الحديده، يبقى هنا طالع وهنا نازل، يبقى الوقت اللي دي كارنت ماشي كده، فيبقى النيجاتيف عند A والبوزيتيف عند B. طيب نيجي للي بعده. اللي بعده ده سؤال عبيط قوي بس هو منظر له خد. ان كنت قفلت الكي دوت او الكي دوت كده كده ده اتعمل في ماجنت، اي ماجنت يتعمل يشد الحديده فيبقى الوزن ده اقل، بس بدل في كارنت يبقى ده ماجنت يبقى هيشد الحديده هيأتراكت الحديده فالوزن ده هيقل، بس هيبقى يقل في الحالتين. طيب 54 54 ده السبيشال كيس بتاع نمبر اوف تيرنز، عشان قال لي ان التيرنز تانجنت ايتش اذر. قلت لك اول ما قال لك التيرنز تانجنت ايتش اذر يبقى الان بتاعت السيلينويد ايكوال لينس السيلينويد على 2 ار واي. تعالى بقى نعوض البي تبقى ايكوال ميو بدل ان
تبقى لينس سيلينويد على 2 ار واير تمام، والاي هو مديهالي الاي هو مديهالي بكام؟ 1 على 2 معلش ثانيه على 2 على اللينس سيلينويد معلش ثانيه بس امسح ديت تمام، فهتبقى على لينس السينمائي كده بقى معايا كل حاجه خلص والان اختفى. انا معايا الدايركتر هجيب منه ميدياس اهو ومعايا لينس سيلينويد تمام، هو مديهوني ومديني البرميابيلتي تمام، بس خد بالك دي برميابيلتي اوف ذا اير معاه، يعني مجال البرميابيلتي مش هتبقى 4 باي باي في 10 نيجاتيف 7 تمام. طيب كده السؤال خلص، لينس سيلينويد راح مع لينس سيلينويد، فاللي اتبقى بقت ميو مالتبلاي 1 على 2 ار واير، كل ده بيساوي بي، حتى البي عادي خالص بس ما تنساش ان البرميابيلتي متغيره. طيب 55 ده بيقول ان دول 2 سيلينويد تمام، نفس كل حاجه بس الريسستيفيتي بتاعت الكبر اللي هو الاولاني معمول منه اقل. طب انا الريسستيفيتي بتاع الكبر او الريسستيفيتي 1 اصغر من الريسستيفيتي 2 يعني الريزيستنس 1 اصغر من الريزيستنس 2 يعني اي 1 اكبر من اي 2 والبي دايركتلي مع الاي فهيبقى بي 1 اكبر من بي 2. طيب نيجي لسؤال 56، سؤال 56 محتاج اجيب ده لوحده وده لوحده تمام واشوف مين اكبر. البي هنا هو بي اكس هتبقى ميو تمام، هو قايل لي حاجه بس عن ال سيم نمبر اوف تيرمز تمام، يبقى ميو ان اي على ال. طب والتاني هيبقى ميو ان 2 اي على 2 ال، اصلا ال 2 دي هتطير مع ال 2 دي هتلاقي ان الاثنين بقوا زي بعض بالظبط، فجيشي هتبقى 1 2 1 ماشي. نكمل نيجي لسؤال